مبارك من الرياض، تفضل مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا شيخ، ابغى اسال سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الاول عن قول الله سبحانه وتعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ما معنى التطوع؟ هل هو زياده العمره او الحج؟ طيب، والسؤال الثاني؟ أم الطواف مرة على البيت والسعي؟ نعم، الجواب عن السؤال الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أو من أركان العمرة. لا يصح الحج والعمرة، لا يتم الحج والعمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة، ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. 7 أشواط في الطواف، 7 أشواط في السعي، وكل عمرة لها طواف وسعي، كل عمرة لها طواف ولها سعي بين الصفا والمروة. وكل ما أكثرت من العمرة في أيام متباعدة قليلا فهو أفضل. تابعوا بين الحج والعمرة، كما في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم.